حطني رقم واحد في القصير. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، نفس سيناريو السنتين اللي فاتوا، بتتعادل اول ماتش وبتتعادل الماتش اللي بعده، ده السنة قبل اللي فاتت، السنة اللي فاتت اتعادلت ضد بيترو اتلتيكو، وبعد كده رحت اتعادلت تاني ماتش ضد تقريبا ثون جيت ولا حاجة شبه كده. السنة دي انت بتجدد، ما تعادلتش اول ماتشين، لا انت خسرت ماتش في ارضك وبعد كده رحت اتعادلت مع المريخ في ليبيا في مباراة انت ما قدمتش فيها شيء يذكر، ولا استحواذ ولا ضغط ولا فرص ولا تكتيك ولا اداء ولا اي شيء. لو الزمالك كان قاعد يلعب الماتش ده يومين ما كانش سجل اهداف، ما كانش سجل اهداف. ليه؟ لان الزمالك اصلا ما عملش فرص. الزمالك في مباراة النهارده ما عملش فرص، عشان تقول لك ان لو قعدت مثلا لو كان في 5 دقايق كنت جبت اهداف، هتقول لي حكم ظلم الملعب مش عارف. هجيلك النقطه دي، هجيلك، بس خلينا نتكلم على الفريق الاول. الفريق اللي محترفينه لا يفيدك بشيء. النهارده بتبدا بتشكيل ما فيهاش غير محترف واحد من 5 محترفين اللي عندك، في محترف واحد اسمه سيف الدين الجزيري، ده لاعب يخرجك عن المله، مش هقول لك بس يقرفك في الماتش، لا ده يخرجك عن المله اصلا اصلا. ولا استلام ولا تسلم ولا حفاظ عن الكوره ولا فوز في الثنائيات ولا فوز بكرات هوائيه ولا فوز بكرات ارضيه ولا فوز باي شيء، ولا فوز باي شيء. سيف الدين الجزيري انا مش فاهم شغلته في الملعب. يعني مثلا انا اعرف المهاجمين انواع، في مهاجم تارجت مان يبقى المهاجم المحطه اللي يقف الكره تتلعب عليه ياخد الثنائيات وينزل الكره على الارض ويبتدي يشغل الوينجات اللي حواليه، وفي مهاجم رانر اللي هو ترمي له الكره في المساحه ويجري ورا الكره في المساحات، وفي مهاجم بتستخدمه زي كريم بنزيما كده، وفي سيف الدين الجزيري. ده انا مش عارف اصنفه ايه، ده مهاجم ولا ده بني ادم ولا ده ايه، مش فاهم. جايب محترف وبديله قبض بالدولار عشان يلعب لك بالاداء ده، عشان يجي له انفراد، يجي له انفراد في الماتش بيشوط الكره في السماء بيرجع الكره القاهره. انت كفريق كبير المفروض كبير وبتلعب على بطولة افريقيا، اي فريق في الدنيا بيلعب على بطولة افريقيا او بيشارك في بطولة قارية بيحاول يخلي فريقه مجهز على جميع الاصعدة هجوميا ودفاعيا وفي نص الملعب، ومدرب كبير ولاعيبة كبيرة زي ما عملت في 2020 لما كان عندك بن شرقي وزيزو وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء والونش وابو جبل وكان فتوح، كان معاك فريق مصطفى محمد كمهاجم طبعا، كان معاك فريق يعتمد عليه، فريق ينزل قدام اتخن تخين في افريقيا يترعب منه. لكن انت النهارده بتلعب المريخ، مع كامل احترامي للمريخ السوداني، مش عارف تعمل عليه هجمه، مش عارف تعمل عليه هجمه، انت مش عارف تعمل عليه باصتين. انت الشوط الاول الزمالك ما كسبش ولا صراع على ارض الملعب، ولا صراع ثنائي، ولا صراع فردي، ولا اي حاجه. انت مش عارف تضغط على المنافس، عمال بيستحوذ الكوره وماسك الكوره في رجله وبينقل الكوره وبيلعب ما بين الخطوط وبيلعب في انصاف المساحات وبيلعب على الاطراف وبيلعب من العمق وبيلعب في اي حته، وانت ما بتضغطش، تخاذل وعدم حده في الضغط وحاجات غريبه. طب ده هل دي تعليمات من فريرة؟ ما اظنش، اصل انا المدرب هينزل يقول لك اضغط. طب فريرة ما قالش اضغط، هتلاقي اسامه نبيه واحمد عبد المقصود على الدكه بيقول لك اضغط، روح واضغط واضرب. لكن انت انا يعني نص ملعبي مش عارف يضغط على لعيبه المريخ. انت المريخ جايب محترفين، جايب 5 محترفين ب 20 جنيه احسن من محترفين الزمالك كلهم. الباك رايت اللي هو سيلفا ورافائيل في نص الملعب وسوزا في مهاجم واللاعب اللي كان صانع العاب، انت جايب محترفين من البرازيل وكولومبيا وانت عندك سيف الدين الجزيري وسامسون اكينولا وابراهيم انضاي وحمزه المسلوسي. طب هتاخد افريقيا بدول؟ هتاخد افريقيا بمصطفى شلبي؟ انت النهارده كنت في امس الحاجه لاحمد بالحاج وناصر منسي. ناصر منسي كان هيكسب لك الصراعات الهوائيه، كان هيكسب لك الثنائيات، كان يحاول ينزل لك الكره على الارض اكتر، يحاول يستحوذ على الكره اكتر. احمد بالحاج كان هيحاول يمسك الكره ويحاول يهبط فريق المريخ ويحاول يمسك لك الكره في نص ملعب المريخ اكتر من في مباراه النهارده، لان انت في مباراه النهارده كنت محتاج اللاعب ده، محتاج اللاعب اللي يمسك الكره كتير في نص الملعب،
دونجا مش اللاعب ده، سيف جعفر لسه قدامه شويه، امام عاشور رحت بعته بتراب الفلوس، وامبارح شفناه في اليوروبا ليج رحت بعته ومش هتفيده، يعني خسرنا امام عاشور ماديا وفنيا وخسرنا كل شيء. الزمالك لما كان محتاج لاعبين من على الدكه بينزل لي عمر جابر ومصطفى شلبي، وبعد كده بينزل رؤى ونضاي. طبعا يعني فيريرا عايز ينزل لعيبه تنشط الهجوم وتنشط الدنيا، بينزل لاعبين بتعزز مشاكلنا. عمر جابر نزل، مش هقول لك كان وحش، عمر جابر كان شغال، ها ماشي الحال. مصطفى شلبي نزل كعادته حنكشه وعايز ياخد الكره ويعدي واحد على واحد، وكانه لسه في ام بي بيلاعب البنك الاهلي في بيترسبورت، مش في ماتش في افريقيا ضد المريخ وبتلاعب باك رايت مميز. الزمالك بائس لاكبر حد. سيف الدين الجزيري كتبتها على السوشيال ميديا، سيف الدين الجزيري وصل لمرحله من السوق لا تطاق. اللاعب مش عارف يستلم الكوره يا جماعه، مهاجم نادي الزمالك مش عارف يستلم الكوره، مش عارف يعمل باص صح، مش عارف يسدد على المرمى صح، مش عارف يسدد على المرمى. انت جات لك النهارده ثلاث كور بالعدد، ثلاث كور، كوره زيزو الكوره جات له غلط، المدافع غلط والكوره جات له لسه بيعمر ولسه هيودي اتقطعت. الكوره الثانيه سيف الدين الجزيري بيحاول، الكوره جات له انفراد، انفراد سيف جعفر قطع الكوره واداها له، قال له روح جيب جون، شاطها وداها القاهره. والكوره الاخيره اللي جت في العارضه من سيف جعفر 90 دقيقه، الزمالك اللي بيحاول يعوض خسارته ضد شباب بلوزداد ما عملش غير ثلاث هجمات، ما وصلش المرمى المريخ بالشكل اللي احنا عارفين، اللي هو بقى تنزل وتضغط من اول دقيقه وتزنق المريخ، وهجمه من هنا وهجمه من هنا وعرضيه من هنا وعرضيه من هنا، وسيف يضيع وزيزو يضيع وشيكابالا يحط في العارضه وده يشيل وده يحط والحارس يشيل والحارس يتمطع والدفاع المريخ يتبهدل. ده ما حصلش، ده ما حصلش. قاعد لحد اخر دقيقه في المباراه انت قاعد حاطط ايدك على قلبك بتقول يا رب المريخ ما يسجل، يا رب المريخ ما يجيب جون. انت فاكر بالشكل ده قدام الترجي في تونس هتعمل حاجه؟ انت هتروح تخسر في تونس وهترجع من تونس معنوياتك في الارض فهتخسر في القاهره. احنا السنه دي يعني السنين اللي فاتت مثلا كنا بنخرج ثالث، بنعمل شويه منكش، لا السنه دي انت هتخرج من غير ما تسجل ولا هدف غالبا، وهتفنش رابع مش ثالث كمان في مجموعه فيها شباب بلوزداد والترجي والمريخ. ما اعرفش الحل فين، انا ما اعرفش الحل فين. تكتيكيا النهارده انت كنتش مميز تكتيكيا ولا على مستوى اي شيء، ولا تمركزات ولا ضغط ولا اي حاجه، كنت تكتيكيا صفر، فنيا صفر، بدنيا صفر، فرديا صفر، كل شيء صفر. قبل ما انهي لازم اتكلم عن شيء، احمد السيد زيزو. زيزو النهارده وحش، طلعه. زيزو كانت قراراته كلها غلط، بيرفع غلط، بيشوط غلط، بيستلم غلط، بيباصي غلط، بيسدد غلط، كل حاجه غلط، كل شيء غلط. اطلع زيزو من الملعب خلاص. اللاعب ذهنيا مش موجود، بيضيع بيضيع بيضيع، خلاص ذهنيا مش هيبقى موجود، فطلعه من الملعب. لكن تفضل مصر على احمد السيد زيزو، تفضل مصر 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 مصر، هيقدم لك الشكل ده وهتخلي الجمهور يزوم على زيزو وينتقد زيزو. فليه؟ زيزو من اكتر اللاعبين بالمناسبه الموسم ده مساهمه للاهداف مع الزمالك، مش من اول الموسم بقول لك وحش، هو مباراه النهارده وحش بس، فالمباراه النهارده وحش انتقد. لكن ما تقوليش زيزو من اول الموسم وحش، لا زيزو من اول موسم كويس، ولكن المباراه دي ما كانش افضل شيء، ما كانش افضل شيء. انا مش هقدر استحمل كل مباراه للزمالك الاقي نص ملعبي متاخد مني، الاقي لعيبتي ما بتضغطش، الاقي اللعيبه مش عارفه تخلص قدام الجون. محتاجين ناصر منسي بكل بقى حاجه، محتاجين الصفقات الجديده احمد بالحاج وناصر منسي. كنت في الاول بتامر عليهم مين اللعيبه اللي احنا جايبينهم، اتضح ان احنا محتاجينهم سواء احمد بالحاج او ناصر منسي. على الاقل ناصر منسي مش هيبقى بالسوق بتاع سيف الدين الجزيري، ده اكيد اكيد اكيد. واتمنى بقى الماتشات الجايه فيريرا يركز ويقعد بقى سيف الجزيره جنبه على الدكه ويشوف بقى حد تاني بقى يلعب بسامسون، يلعب ببريمان داي، يجيب شيكابالا لعبه مهاجم، انزل انت العب مهاجم يا فيريرا، اي حد ما عدا سيف الدين الجزيري ده، انا يعني مش هستحمل افرج على الجزيره اكتر من كده بصراحه. مباراه ما فيهاش كلام كتير، مباراه انت بتحرق دمك بس، تصحى الساعه 3 العصر عشان تتفرج على الزمالك في ليبيا، مباراه فيها ترتان حكام افريقي. الماتش اللي فات بتحسب عليك ضربه جزاء مش ضربه جزاء، الكره كانت بتيجي في ظهر دونجا تتحسب ضربه جزاء. ماتش النهارده ضربتين جزاء، مصطفى شلبي مرتين بيزق بيزق ما تحسبش. هل يعقل بطوله قاريه بحجم دوري ابطال افريقيا
يبقى الدور المجموعات بتاعه ما فيهوش فار؟ هل ده يعقل؟ هل دي قارة تحترم؟ ان دوري ابطال افريقيا دور المجموعات اللي هو من خلاص انت دخلت المرحله المهمه تبقى ما فيش فار؟ طب ازاي؟ طب كل فريق ياخد حقه ازاي؟ في مباريات وفي قرارات للحكام بتغير مسار، مش هقول لك مسار ماتش، بتغير مسار فريق في البطوله كليا. الزمالك النهارده لو كان مثلا خرج ماتش بلوزداد تعادل وماتش النهارده تعادل كان ممكن يبقى في امل، لكن انت قتلته في ماتش بلوزداد بضربه الجزاء اللي اتحسبت عليه، والنهارده قتلته اللي انت ما حسبتلوش ضربه الجزاء بتاعته. مش هحط على يعني مش هحط شماعه التعادل النهارده على الحكام، ولكن هو الزمالك كان سيء، ولكن اديني حقي انا سيء في الملعب، اديني حقي يا عم، ماشي انا سيء وكل شيء بس اديني حقي. مباراه سيئه على كل الاصعده، زمالك بالمناسبه المريخ مش قوي، المريخ مش مرعب، المريخ كان بيعمل الاساسيات، كان بيعمل ايه العادي العادي، بس الزمالك هو اللي كان وحش لا بعد حد. فلو في الاخر قرار شخص واحد ورايا انا في مباراه الزمالك والمريخ، قول لك انت في الكومنتس توقعاتك، هل الزمالك قادر على العوده والصعود من المجموعات، ولا زي كل سنه الزمالك بيخرج من دور المجموعات وبتبقى اول مره تقريبا في التاريخ الزمالك يخرج لثالث سنه على التوالي من دور المجموعات؟ قول رايك في الكومنتس. الحلقه بدات من لايك والماتش بتاعي، سبسكرايب في قناه فعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، تتابع على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام، كليك في الديسكربشن تحت تتابع على فيسبوك، تتابع على مصطفى. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.